الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. بدنا كان لك واصدنا آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصلنا قن دروسنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أركان الإيمان اللي قابنا كنون كنهن أركان الإيمان والتقينهن نجاب قابنا هن ديبهم انا حديث لي نان ان شاء الله نكي ما ان الالوهيه تلقاب نغن هنا الربوبيه تلقاب نغن. الايمان بربوبيته معنى ايمان بالوهيته. الله سبحانه وتعالى خالق، يعني هو الاله المألوه المعبود. اما الربوبيه والنغن نغن يعني الربوبية تلقابنا دمبرون كدو الألوهية. الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته نلقابين وقن وإيمان والإيمان بأسمائه وصفاته الناس يقول صنعت نلقابين وقنان إن شاء الله ونين يعني مكمن التوحيد قن يعني التوحيد ناس يقول صنعت نيل أرسك الناس يقول صنعت نيل نعن لبقى قمدونا ديوم شهانوخن نعو برنقن أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يعني الله سبحانه وتعالى رب العالمين ينكوين ربوبية ورنقن، أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. نقن نيتو لا غراي خالق رازق مدبر متصرف مالك الله سبحانه وتعالى. ملك أخذي رزق أخذي صرف أخذي خلق أخذي وأخذي قب أخذي كأخذي كريس أخذي كرم بحث قد أخذي الله سبحانه وتعالى جار. ألا له الخلق والأمر الله سبحانه وتعالى يكون، وكذلك الله سبحانه وتعالى يكون ذلكم الله ربكم له الملك والذي تدعون من دونه لما يملكون من قطمير. الله سبحانه وتعالى نجن أوجده يا أيها الملأ ما علمت لكم، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فرعون يسألك في قوت تراها به أنا ربكم الأعلى، يعني إنسان جاحد أخجخ لا يعني يا رب أنت رازق جن أنت أورك أنت أور أنت يعني أنت رزق لك أنت أورك أنت قبرك يا أخ ما يا رب يا أخ نسأل أول نونزك نعتقد ود إن يود اعتقاد جازم كما كان إن يود سنكني لبكي الوانا كان فرعون سنة عقيم معنا فرعون وريخون درجة قيوخ أنا ربكم الأعلى يوحى والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يعني عبادة سأستهلخ نقن إن جربنا كدو الله سبحانه وتعالى يسانك إن يعني اعتمرنا قبومك وقن سطر أخذك لنا إني قطع أخذك لنا فرنو واجب ينا حقين ينا الوجبك ينا نأسر نيس تتالي نشانهن الله سبحانه وتعالى يكون نمكو ونقن انت تتراخص ونقن انت تنابخ ونقن انت تنابخ نيس ناتك وانقرصنك الله 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 ينقين. وبالتالي ربوبية ونقن رب العالمين ينقين معناها خالق دي مالك دي ان امر نيوك نيدقن ني انقد خالق الله ني انقد ملكا خلا ني انقد واه خلا ني انقد قبا خلا الملك تصرف دي لله رب العالمين سجن. طيب نين معناها نوك نان ني قابن قنا الربوبية قن. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. والله سبحانه وتعالى يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. نهناك آيات أمر الرب سبحانه وتعالى قابل رجل
وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضي حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادة وأحكام المعاملات حسب ما تقتضي حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. إن إشراك جرب دلالة قرسك إن قابين واسنا بودنا معنا هذا ونين واضح إن شاء الله الإيمان بالألوهية لفرنوب الإيمان بألوهيته ورنا معنا هذا ين ربي نكون رب العالمين نكون الله نكون رب العالمين وراء أكرد نان دون خنبا ربنا رب معناها المالك المتصرف الخالق المدبر الرازق المحيي المميت نقل ني أفعال نرود ني نهبود ني خلقود نؤود عبد نكون لمعناها قن ني نقطع عبادات نيس أستهلق الله ناتك وجد دخول نقل آياس يذكر نكون الله نان الألوهية إلوهية معنى قرآن معناها بأنه وحده لا بأنه وحده إله الحق لا شريك له. والإله بمعنى المألوه أي المعبود، الإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما حبا وتعظيما. وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نجن عبدته نجن لأن صفات نادك ميسخ رحمتي رحماني الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى نهب بينا قلنا يعني إن قد عبدته إلا نهائي وأي واحد الله إن قد أليه عبده عبادتني باطل وأستلمنه على الإطلاق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله سبحانه وتعالى إن أسماء إن قريش ورم كفار ورم مشركي وسن شغنا وسن الله سم انتمس دينه وقنقرنين سم الله روح شخلا آكال أغلا كودو رجل أغلا كودو تقبأل أغلا كودو يقول لهم قريسي ما قرآن ردددك ديبهم نسوهم لين انتو انشون دون اغن يولهم سيخوا إله رقوا لهم الله تسترير العزة يسترير ومنات يسترير. فالله سبحانه وتعالى ورأيكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والله سبحانه وتعالى يقول لهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن آياتنا الناو بيانتي أكدتي إن الله سبحانه وتعالى سفاتر خصائصر نيو نيت أستهل داري الدام اللي يقول أستهل داري ناني سماواتي ناني حياتي ناني يعني موتي كرادي حياتي منبرتنا دي رزق دي اونا دي نيوك جار لدك يهون مانا ربوبية ناها الله سبحانه وتعالى عبسته وننقص عبسته الله. ويقول دين آلهة أدنوك أسنام سينيوك كان براري أبا آكراري غير آكن قال آكن فلنا واتكاخ لا دون تكينكو يعني إنبا سلام ينوك قال آكن مثلا غلط سلام جار لدك شيخ فلان يرى فلان تلا تقطب فلان شن تشاق الله كان فلان دري نواتك قرقة نواتك بعالات نواتك ود نال عبدنا نال تترخبنا نال خير جربنا نال سادنا قرق نيوك جال آخر شاق. قل ادعو الله قل الله سبحانه وتعالى يقول ادعو الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه وتعالى
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون نين ناوك باطل لكن إشراك رمبو دي بوون نأشيانين إطلاقا جرب دلا لله سبحانه وتعالى إنسي خوري نادر قرري الإيمان بأسمائه وصفاته. إيش معنى أسماء الإيمان بأسمائه وصفاته؟ ولا نقن لا معنى نقن. إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء. جار سبب دخل ميسموم لد ولني صفات الله رب العليم الرحمن ورصفات كمره رزاق كريم رحيم سنك وري سم آخره نسمو لد آخره نين سبب دخل لا ينرد شون أبوشانهم معناها قن والله سبحانه وتعالى يق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى سميع بصير لكن لا يشبه ولا يكيف ولا يعطل ولا يمثل كي يعني نوايا حقول نوايا حقول يا شيخني نسفاتني ولا عطلنا شيخني تكييف نوايا وهبا بكنا خم بكنا صفتني يعني نبود بحددنا شيخني كذا مثلنا بشيخني لأن الله سبحانه وتعالى مسير شخله ودليل قاطع دم قلنا يكون كل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى كل واسكر نيت كروخ لكني سنك الله يقول الله سبحانه وتعالى نهب لها سيخوص فتسنها من الدون كلهم الربوبية ورنا أكرت الألوهية ورنا أكرت الأسماء والصفات ورنا أكرت نين سيخو عناصر مرتكزات توحيد وقن توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.